إذن مشاهدينا، تداعيات الحرب بين الجيش والدعم السريع في السودان أعيدت مجددا للواجهة، وهي أوامر التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير وقيادات حكومته والمتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور منذ العام 2003. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتبر في تقريره الذي قام بتسليمه لمجلس الأمن، اعتبر أن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة أدى إلى تنشيط مناخ الإفلات من العقاب وتفشي أعمال العنف التي بدأت في أبريل العام الماضي في السودان وما زالت مستمرة حتى اليوم. وربط تقرير المدعي العام بين ما مارسه النظام السابق في إقليم دارفور من انتهاكات إنسانية صدر على إثرها القرار الأممي رقم 1593 وتبناه مجلس الأمن عام 2005 بإحالة الوضع في الإقليم إلى الجنائية، وبين ما ارتكبته قوات الدعم السريع وقوات الجيش من جرائم وصفتها الجنائية بالوحشية في دارفور خلال الحرب الدائرة حاليا في السودان. وإلى يومنا هذا ما زالت الجنائية الدولية تلحق البشير واثنين من كبار مساعديه، هما عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع وأحمد هارون وزير الدولة بالداخلية الذي هرب من سجن كوبر في الخرطوم مع مسؤولين سابقين في نظام البشير بعد اندلاع الحرب. وفي حينها أقرت الولايات المتحدة بالصلة الواضحة والمباشرة بين إفلات هؤلاء المتهمين من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في ظل نظام البشير وبين أعمال العنف الدائرة في دارفور اليوم.